قلت بسم الله نبداو القيس. واش نقول في ولاد بليس؟ في زنزانه واحد الحابس مرميه في قعلم بيس، روس خشان وماشي ليس ويحبوا قلبو الميس. الله يخليك. إن الذين قاموا باغتصاب اختيار الشعب لم يكونوا عقلاء ولم يكونوا مخلصين لا للدين ولا للوطن ولم يكونوا ساسة، كانوا عميان، عميان البصر والبصيرة، وظنوا أن الفكرة والعمل السياسي الراشد يمكن القضاء عليه بالسلاح وبالاعتقال وبالظلم وبالتشريد، ولكن هيهات أيها الإخوة، هناك من قتل الرسل وبقيت دعوة الرسل، هناك من قتل الأنبياء وبقيت دعوة الأنبياء، هناك من قتل المجاهدين وأثمرت دعوة المجاهدين فأثمرت أيها الإخوة نصرا مؤزرا جاء على يد مجاهدين أشاوسة تركوا أهلهم ونساءهم وأولادهم من أجل أن تتحرر البلاد وأن تصبح مستقلة، مستقلة في أرضها، مستقلة في تشريعها، مستقلة في أخلاقها، مستقلة في سياستها، ولكن الاستقلال لم يتحقق أيها الإخوة إلى يوم الناس هذا، لم يتحقق إلى يوم الناس هذا، استقلالنا ناقص ويحتاج إلى اكتمال، يوم أن تكون مصادر التشريع نابعة من عقيدة الشعب، نابعة من عقيدة الشعب. يكتمل استقلالنا عندما نستطيع أن نعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية فوق الطاولة لا تحتها، الند للند. ينبغي علينا أن نثبت، ينبغي علينا أن نثبت على الطريق. نعم الطريق صعب ووعد وفيه مصاعب وفيه شدائد، ولكن همة الرجال تزيل الجبال. سمعنا الوزير الأول على شاشات الفضائيات وفي مجلس الغمة لا مجلس الأمة يقول بملء فيه أنكم ممنوعون، كل شخص ممنوع من السياسة، حمل السلاح ممنوع والسياسي ممنوع. سبحان الله، من أنت حتى تمنعنا؟ من أنت حتى تمنعنا؟ هل تستطيع أن تمنعنا؟ تمنعنا من الاعتماد الرسمي، ولكن لا تستطيع أن تمنعنا من الاعتماد الشعبي كما قال الشاعر الملحون قبل قليل، أن الجبهة الإسلامية اعتمدها الشعب، اعتمدها الشعب واختارها الشعب، واختارها الشعب. هذه الإخوة اللي من وهران والإخوة من قسنطينة والأخوة من الشمال ومن الجنوب يجتمعوا، هذا يدل أيها الإخوان إننا نمارس السياسة، هذه سياستنا، لكن مبنية على الصدق ومش مبنية على الكذب. والسياسة ليست اعتماد من الدولة، عندما تقولون الناس اللي حملوا السلاح أو الناس اللي كانوا قادة في الجيش أو في الجبهة أو في كذا ممنوعون من أقلهم، كل مواطن جزائري من حقه أن يطالب بحقه، كل مواطن جزائري حب يدير حزب تفضل، لست أنت الذي تمنعه، الذي يمنعه أو يحجمه هو الشعب. خلي 60 حزب، الشعب هذا غافل غبي لم يبلغ سن الرشد السياسي حتى تختاروا له أنتم أصحاب العصا والسلاح، أنتم الذين رفعتم السلاح على الشعب قبل أن يرفع عليكم السلاح دفاعا عن النفس ودفاعا عن العرض ودفاعا عن الحق. ينبغي أن نقول هذا الكلام ولن نخاف بالله لومة لائم. هؤلاء يريدون أن يعقدونا وجعلوا دعاة
وأهل منابر، هؤلاء خوارج، هؤلاء كلاب النار، هؤلاء كذا، كأننا خرجنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هم الخوارج؟ عرفهم العلماء، لهم آراء وعقائد. متى ظهر الخوارج؟ بآرائهم لا كنزعة فردية، لأن النزعة الفردية ظهرت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذو الخويصرة الذي يتحدثون عنه، ذو الخويصرة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا، لا تضرب عنقه، أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه. القائد العسكري والسياسي والداعية هو الذي يكبح حماس أتباعه، لا يترك أتباعه يتصرفون. داعية إياك أكمل حماس أتباعه، لا تطلق ألسنتهم في أعراض الدعاة والعلماء، علمهم أن يردوا على الآراء، علمهم أن يردوا على الأفكار بغض النظر عن الشخص. والقائد العسكري هو الذي يكبح أيضا جماح جنوده، فلا يتركهم يعذبون ولا يتركهم يعتدون. قائد العسكري الحقيقي جنرال، جنرال معناها الفارس النبيل. أي نبل هذا أن تأتي إلى منزل أهله آمنون فتعيث فيهم فسادا، وتطرد الرجال والنساء، وتكون متسببا في تطليق الرجل على زوجته، وانحراف الأولاد. هذا كله، هذه آثار. انظروا الآن ماذا نجني، انظر الآثار الآن. أزمة سياسية خانقة، وأزمة اقتصادية خانقة، وأزمة اجتماعية خانقة، وأزمة أخلاقية. لا أراكم الله ولا أسمعكم، أنتم تشاهدون وترون أخلاق الأمة كيف أصبحت. وأزمة ثقافية، نحن نعاني في مشكلة لساننا، ما زلنا نتحدث الآن، وزراء يتحدثون بلسان أعجمي غير مبين. تتحدثون مع من؟ مع الشعب الجزائري؟ تتحدثون بالفرنسية لماذا؟ وزير يتحدث بالفرنسية، اجتماعاتهم بالفرنسية. هذه كارثة، هذه كارثة. إذا نحن نقول أيها الإخوة، لا يستطيع أي مسلم أن يتنازل عن حقه ودينه وعن أخلاقه وعن شرعه. نعم سيصيبنا ما يصيبنا، علاش ربي قال في القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. علاش خلاص بالصبر؟ معنى من يقوم بهذه لابد أن يستعد. عندما يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر دائما الأمر بالمعروف والنهي عن الصبر، العبادة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر موجود في كل شيء، في العبادة لازم صبر، في مواجهة الطغاة لازم صبر. لقمان ماذا قال لابنه قبل مجيء الإسلام؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر مش صبر ساعة، صبر عام، صبر عامين، صبر قرن، لا. أصبر مقادر الأهداف نتاعك لا تحقق، تموت ولا تحققها أنت، ويحققها أبناؤك، وإن لم يحققها أبناؤك يحققها أبناؤك. هل فاطمة منسوما رحمها الله رأت النصر؟ هل بعمامة رأى النصر؟ هل ببغلة رأى النصر؟ هل الحداد رأى النصر؟ نعم نحب النصر، مش منحبوش النصر. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذه طبيعة الإنسان. ولكن إذا لم تجد نصرا ستجد أجرا، أنت حوس على الأجر ما تحوسش على النصر.
يأتي النصر بالمولى به متى يشاء وعلى يد من يشاء. أنت ما تدخلش روحك. إذا جاء نصر الله، مش نصر فلان ولا فلتان ولا فلتان. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. واجب الشرع هذا، لا يمن أحد على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو اللي هدانا، هو اللي خلانا نصلوا، هو اللي خلانا نصوموا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. كل شيء من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، مش منكم، مش طالبكم. حتى لو كان واحد يكون صابر ما يقولش أنا أصبرت، ما كان واجب. أصبر وما صبرك إلا بالله، لو لم يصبرك الله ما تصبر. كل فضل من الله.